عليا. ايوه قاعد في ليبيا. طيب دارت اقول شنو فضل؟ والله داير اقول كلام كثير مره، لكن انت ما بتستنى. قدرت اقول شنو مثلا؟ ما نناقشك نقطة بنقطة، حجة بحجة بس. داير اقول لك كلام لكن انت كنت تنفعل ساكت. لا نبذني باجي غمض بس، تنبذني بشيلك باجي غمض، ما عملت حاجة يعني، ما عملت أي حاجة، الله في يدي أنا. تقول لي كلام بحسبوه عليك أنت وأنا باجي غمض. موضوع قصير يعني. يا سلام، طيب طيب في واحد ما في جنبك هناك، مشكلة. في واحد جنبك، في واحد جنبك هناك معلوم يتبلم كده. زي أنصار السنة كده، متبلم زي أنصار السنة وكده معلوم. مش واحد، ده كثيرين صار. كمية قلت لها. هاي ده كلهم دايرين يشوف وش احمد كسل دول. داري شوفوا بس، داري يقطع رقبتيني بس صح؟ لا دايرين يشوفوك بس انت ما بتقدر تقدر. ايوه هم داري يشوفوني بس، معلوم المشكلة وين يعني؟ انا موجود في اللايفات. شغالين شنو انتوا في ليبيا؟ والله احنا شغلنا كثير ما تقدر تعرف. لا لا بعرفه بعرفه، كيف ما بعرفه؟ معروف انتوا شغالين وسلاحكم معاكم، اموركم طيبة، وبيجيبوا لكم الخضار من البراكات، واموركم طيبه وطحنيتكم وبلحكم وكده. شغالين شنو؟ كيف شغالين انتوا تعبين لحميتي؟ يا سلام، احنا وين حميتي وين؟ كيف حميتي ما عنده ناس موجودين قاعدين في ليبيا والسلاح التهي ده حق منو طيب؟ جدا يا حبيبتي، مش كلت يعني عادي. لا السلاح التهي ده حق منو؟ ها؟ السلاح الحسي قلبت عليه والكاميرا، انا شفت السلاح لمحته كده بس. شك ده السلاح ده حق منو؟ سلاح اي سلاح، والله دار سلاح، دار اي نصيب اللي قاعد موجود، اي نصيب. وين السلاح؟ لا ما اوريك مباشر كده ليه يعني. اوكي تمام. طيب السلاح شغالين به شنو في ليبيا؟ ما اصلا انتوا سودانيين وناس مساكين مشيتوا ناس شغل وشايلين سلاح، تسوي شنو هناك في ليبيا؟ السلاح ده ما لازم تكون حاجة تحاسب بنفسك، ما يكون يعني على شرط تشيله تبقى ابن آدم ولا حاجة زي كده. كسرة كسرة، حبابك حبابك والله حبابك. وين خارج جويدي؟ عايز تسوي قلت لي كلكم كلكم يعني كلكم عارفيني وراصد لي بالمرصاد. عاد انا ما ولا تجاره يا جماعه، شايفين جيبوه في الكاميرا. شغالين شنو يا ساده انتم؟ يا سلام يا سلام، لا ترى حبيبنا والله. قلت لي شغالين مع خليفه حفتر واموركم طيبه. لا لا حتى تخرجني منها، انت خبرك شنو؟ والله انا الحمد لله بخير. ما ترجعوا السودان طيب؟ عارفين شنو انتم قاعدين هنا لجنه؟ والله نرجع قريب ان شاء الله، وانت مرجع معانا قاعد تسوي مغني. نرجع هاي نرجع بأم الأرانب، ونمشي ننزل بكوري، ونخش بفيا، ونخش طوالي نمشي ننزل بالطينة ونخش السودان. ليه ما تنزل طول بس؟ ما انزل الخرطوم مباشر ليه؟ لا لا شارف بتاع الخرطوم ده ما انا فيه. نخش بدارفور بغادي، نمشي بكوري بتاع الدعب، ونخش بفيا بتاع التشات، ونمشي بغادي ازول، يلا نمشي بير نصارى، بير نصارى نشيل منه نزود مويتنا، وننزل بتشات، وننزل بالجنينه بغادي طوالي طول. انت ليه ما تخش بيك بالخرطوم؟ كيف ما لا انا لا ما ننزل وصلتش انا بلديه ازول، ننزل هناك البلد اول، نسلم ناس البلد هناك، نمشي نخش بمعسكرات بتاع اللاجئين بتاع شرق تشات، وطوالي ننزل بتندلتي، من تندلتي طوالي خريط نخش بجبل مون، وبعد ذاك يلا نمشي الجنينة. عادي. شو المشكلة؟ خليك تستقبلوا في خرطومنا، انت ما زول مسؤول كبير. لا لا قلت لي بدوشكاتكم وبأسلحتكم وبتطشيراتكم. جدا جدا هاي. والصفقة، ما أنا سميت خبر قالوا الصفقة بين هيمتي وبين هتلر، دي هتلر ولا اسمه يا اخي، اسمه هفتر ده، قال انتهى، قالوا خلاص يا جماعة الناس الموجودين في اليمن والناس دي اسحبوهم. المهم ده قرار جا كده، وقالوا خلاص دارين يشيلوكم برا، ال $500 دي خلاص تاني بقطعوا عيشكم فيها بعد ده، سجم حبوبتكم القتلة السقط تاني تاكلوا الحمشريبي، تعرفوا الحمشريبي؟
انا ما ناخذ في مدن ناخذ مبارك بس عرق نخر عرق عرق شغالين شنو؟ شغالين جو شغالين زي الناس شغالين كيف ما عندنا هو واحد شنو، ما يشتغل انا في جيت الزراعه بليبيا، انا ما انا قطعت البحر ده طرت فوقه بطير، ما جيت بالبحر ده، ما جيت بليبيا، انا بعرف شغل ليبيا. انت شغال نفسك كده شغال كلام بس انت شغال كلام الساعه احنا نشتغل بعرق انت شغال بالكلام يعني خلاص ليش شغل ما خلاص، انا يعتبرني قاعد شغال كلام، قاعد اتكلم وادافع عن احلي وكده. فانت ما ممكن تمشي في بلد ما بلدك وتقاتل ناس البلد وعشان ترتزق هناك وتاكل لك 5 جنيه 10 جنيه، الكلام ده غلط يا جماعه. الكلام ده ما الكلام انت ده، ده سبعتهم لحظه، الكلام اين اين نقول لكم الكلام بتاع اهلنا، نقول لكم الكلام بتاع اهلنا، قال لك تلبلبكم تلبلبكم اللحمه في لب العيش بجيب لكم ملاوه مع الضباط. فانتوا تلفلفكم في ليبيا وفي في هناي ده مستقبل كده، والله مستقبل فينيش يعني كعب جدا والله. المهم تحياتنا وتسلموا كثير، ونشوف نشوفكم يا جانجا يا جانجا في لايف القادم ان شاء الله. اسمع انت والله زي ما عندك موضوع والله نشوف نشوفكم في اخوك اخوك نشوف والله نشوف اخوك مغرب نشوفكم في لايف والله قادم، اخوك مغرب نشوفكم في لايف قادم ان شاء الله. تحياتنا. كمية من الجنجوي زعلانين عشان قلت لهم نشيل لكم من دي برا. حركته حركته نشيل لهم من دي بس لانه كده ايش بنقطع بعد ويا بابا. خمسمية ديك بقطعوها منهم ان شاء الله، ان شاء الله البلد دي لو ما اتنظفت ها والله فات دي بتشتغل شغل تقيل. الدعاية مفتوحة يا جماعة، الدعاية مفتوحة. تحياتنا. الدعاية مفتوحة يا جماعة، الدعاية مفتوحة عبر الواتساب، وكدينا نفتح الواتساب ده، الواتساب ده مفتوح ودي برضه مفتوحة. تحياتنا. والله صحيح كمية بتاعت غنم والله يا زول. هوي قالوا اقتلوا احمد ده بقتله، اطبخ في الان بطبخه، ما عنده مية برامج، ما عنده مية مستقبل. مرحبتين هبابك هبابك شبكتك كعب، ناس السعودية شبكتكم كعبة 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 كعبة. شوفوا الإيمو يا جماعة، شوفوا الإيمو. مرحبتين. أسمع هاي طيب يا أحمد دايرين نزور عيس رايك فينك؟ طبعا ده الرايت لما شاف الجماعة بتاعت ليبيا دي جغمتهم طوالي جنابتي، قال لي هي بتقدر نسوي رئيس. طيب طيب انا خليني، لا انا ضده، لكن نشوف من الشعبي، نشوف راي الشعبي انه رايه شنو. ما انا خليني، انا موقفي واضح منه، لكن انا داري اشوف الشعبي يعني. ايوه انت داري انت تصور رئيس، انا اشوف راي الشعبي. برجع لك، انا ما كلمتك قلت لك برجع لك. اصبر لي والله انا ما كلامي حقيقي الفكره قدامك اوكي تمام خلاص، نشيل الزول ده برا وبعدك انت اتكلم. طيب اتكلم اتكلم. انا خليني، انا موقفي من حميدتي انا ضده. انت كنت داير تسوي حميدتي رئيس، اتكلم مع الناس الموجودين في اللايف. تفضل اديتك الفرصه. اما يلا داير اقول لك حاجه بالنسبه للشعب ولا ما شعب، احنا نقول كلنا ما شعب. زوجي قدر اللي انا موقفي واضح، قدرت تتكلم معي انا. طيب انا موقفي واضح من همتي، انا ضده، انا لو علي انا ما يبقى خفير بتاع الجنينه، مش يبقى رئيس. ده انا موقفي. دار تود وين؟ طيب دار تشوف انك تقدر تود. اول حاجه محله السجن، محله السجن، ونفكك قوات. لازم نكمل لك، نفكك قوات دي، ندمجها في قوات الشعب المسلح ونسرحها، ندخلهم دمجناهم نسرحهم. نسرح، تعرف التسريح؟ تعرف الدمج والتسريح؟ ندمجهم ونسريهم يمشوا بامهاتهم ويشوفوا لهم شغل ينفعوا. ده موضوعي انا الاول والاخير، وموضوع الشعب السوداني كله. ايوه ايوه عرفت فهمي تلك، ده موضوعي انا ذاتي.
بعدك انت كمان ورينا موضوعك شنو. والله يا اخي بس جرب. طب انا يا ريلا طيب الدعوة مفتوحة يا جماعة، في كمية بتاع الدعاوي هنا، لكن شنو؟ أنا قبل شوية دخلت الزول ده، لكن الزول ده ضد ضد مبروك ضد مبروك. طيب في واحد هنا، أوكي يا هدى إن شاء الله يا جماعة، قدم دعوة تانية لأنه في زي ثلاثة أربع كاميرات كده لافة هنا. في ثلاثة أربع كاميرات لافة هنا يا جماعة، الناس الكاميرات دي كرروا لنا هناي من جديد. أنا طبعا رسالتي في اللايف جميل وصلتها، الرسالة حقتي جميل أنا رسلتها، فأنا انتهيت من اللايف حقي، أنا بس شغال مداخلات ما عندي حاجة، أنا أي ذول شيء اللايف ده في صفحته وبعدين أرجع له. السلام عليكم استاذ احمد كسنة. حبابك في البداية داني هي اهل اللاجئين والنازحين في معسكرات اللجوء، بس عندي رد خفيف للكائن الرائد هسي كان في مداخلة معك بالواتساب، داير ارد له رد خفيف. في اي مرحلة انت بخليك تضع همتي يكون رئيس للدولة السودانية؟ شخص لا يمتلك شهادة، لا يمتلك ورقة تعهون، شخص حرامي هامير قبل كده في دارفور، شخص اغتصب ونحب وسلب كل ثروات الدولة السودانية، كيف يكون رئيس؟ هذا المعاهدة مع حيلات أكبر من مع حيلات همتي وأكبر من مع حيلات